مشكلتنا ما هي في المنتخب الاوزبكي، احنا مشكلتنا في المنتخب السعودي. لاعبين في العمر هذا انت ما تقدر تتحكم بمزاجه، اصعب مرحله. فلذلك الفوز اللي سواه منتخب الاوزبكي احنا هل نستثمره او يصير ضغط على اللاعبين انهم ما يعني زي ما يقولون يدخلون خايفين؟ في فرق بين الخوف والثقه، الخوف اللي هو ما يثق في قدراته. المنتخب الاوزبكي اللي شفته انا حقيقه كان قوي بدني، كان عنده جراه، انا شفت اكثر من تسديده خارج ال 18، يعني كان عند اللاعب الاوزبكي ثقه. اضافه الى ذلك التحولات عندهم، كانوا يقطعون الكره من نص الملعب ويهاجمونك باكثر عدد لاعبين داخل، لذلك ما في يعني انت لازم يلعبون على اخطائك، اخطاء التمرير اللي عندك. التحول عندهم رهيب، يعني مجرد ما يقطع تلاقي لانه 4 4 1 2، مجرد ما يقطع الكره تلاقي 3 4 جوا 18 عندك فجاه كذا جايين عندك. فلذلك انت تكون حريص اذا استلمت الكره انك تحاول توصل مرواهم بسرعه وتستثمر جميع الفرص اللي تجيك. احنا المشكله المنتخب السعودي امام تايلند كم كره اضعناها؟ كثير. والمنتخب الاوزبكي عنده الصبر، ولا تنسى انه برضه هو بطل النسخه السابقه، يعني فريق برضه متمرس، حتى الكادر الفني عنده متمرس. لذلك احنا نقول لا، احنا نقول سعد الشهري وش قاعد يفكر فيه؟ وش طريقه اداره المباراه؟ هل هو بيلعب اول شيء في بدايه المباراه بتسكير مثلا المنطقه الدفاعيه حتى يتعرف على الفريق الاوزبكي؟ هل هو انهاق الفريق الاوزبكي؟ احنا عندنا لاعبين عندهم حلول في المنتخب السعودي، هل هو بيلعب بالبرايكان والحمدان مع بعض؟ انا مؤمن الحمدان 9.5 10 على 10 يلعب بمجهوده بتحركاته بخلخله للدفاع. البركان عنده حسيه الهداف اللي جوا 18 البرود اللي هو موجود فيه، هل بيستفيد من الاثنين هذولي مع بعض؟ برضه نفس الحكايه سامي النجعي، وقوه اللي علي الحسن ومختار يوقفون الهجمات هذه. الاشكاليه اللي انا عندي ممكن اتخيلها اي خطا في التمرير داخل نص الملعب، تاكد انها بتصير هجمه مرتده خطيره جدا. اللي تكلمت عليه عبد الله قلت لا تعطي له مساحات، المساحات من وين تطلع؟ ان المنتخب مستلمها ومتقدم نص الفريق في نص ملعب الفريق الخصم، فجاه باص خطا وهم تحولهم سريع جدا. هذا اللي عانى منه المنتخب، هذا اللي صار الامارات تحولهم صحيح. يعني حقيقه مدروس. لذلك نتمنى ان شاء الله ان تعدل الخطوه. الاهم جدا عندي هي الخاتمه، ان المنتخب لا يفكر ان عنده فرصتين، يفكر ان عنده خطوتين يوصل الكاس. لا يكون التفكير اني والله عندي فرصتين حتى اصل للاولمبياد، لا، خليه يفكر ان باقي خطوتين حتى احقق الكاس. هذا هو المفروض انه يدخل في اذهان اللاعبين.